خلينا ما نسيبو لي زاسون تاع الكراج هذيك، طوروه في الديتونار في التربوده. السلام عليكم ورحمة الله. أزف اللون المجاهدة جميلة بحير، واحدة من بطلات ثورة التحرير، راهي مصابة بوباء كوفيد 19 وترقد حاليا في مستشفى مصطفى باشا. نطلب لها الشفاء العاجل، ونتمنى ونطلب من ربي يزيد طول في عمرها حتى نشوف سقوط العصابة على أيادي الحراك، وتشوف الجزائر الجديدة اللي كانت تحلم بها هي، واللي من أجلها ناضلت ودفعت أغلى ما تكسب، وكانت يعني تعرضت إلى تعذيب وحشي همجي هز العالم بأسره. تعذيب تعرضت له جميلة بوحيرد لما تم توقيفها من طرف السلطة الاستعمارية، العالم كله سمع به، وحكم الإعدام عليها في من طرف المحكمة العسكرية الجزائر في سنة 57 بعد ما وقفوها، اهتزلوا العالم ثاني بأسره، وعدت رؤساء دول يعني كانوا اتصلوا بالسلطات الفرنسية وطلبوا منهم باش يطلقوا سراحها، أو على الأقل ما ينفذوش فيها حكم الإعدام. الموضوع هذا تاع الإعدام تاع جميلة بحير بالحكم هذا إن شاء الله نتطرق له في فرصة أخرى، لأني حصل لي شرف وأنه الرواة لجميلة بحير بزاف أمور، حتى وين كانت ما تحبش تعاودها وتقولي ما تحكيهاش وما تقولهاش وما تكتبهاش، لأنها جد متواضعة. كيقول متواضعة مش كلام فارغ، أنا سبق لي وأني كنت في بيتها وسقسيت بنتها مريم، كان ذاك الوقت بدها تقرأ علوم سياسية في جامعة الجزائر، وسقسيتها قلت لها اسكو قريتي واش كتب نزار قباني على يماك؟ قالت لي لا ما على باليش، متعرفش تاريخ يماها. وليد هادياس نفس الشيء، ما عارفش واش دارت يماه واش تقدمت تضحيات، ما تحكيش. كان شاعر اخر كان عنده ديوان كبير نسيت اسمه، كان يكتب فيها قصيده جميله، يعني انا المجلدين الاثنين هديتهم البنت جميله، هديتهم لمريم باش تشوف القصائد وتقراهم اللي كتبوهم على يمها. فجميله ما تحكي لحتى واحد قصة كفاحة، وما تحكيش يعني واش دارت، واش حتى بعد الاستقلال ما تحكيش في دارت بعد الاستقلال. ان شاء الله من هذه الايام هذه نحكيو شوية واش دار جميلة بوحيرت. جميلة اليوم راهي في المستشفى مريضة بكورونا في مستشفى باشا، ما يبعثوها هي ما بعثوهاش في افيون ميديكاليزي. هاو الفرق، إبراهيم غالي رئيس بوليزاريو يبعثوه في طائرة مجهزة لإسبانيا يعالج لأنه عنده كوفيد، وجميلة بوحيرد يعطوها في مصفى باشا، والمعروف يعني واش الظروف تاع المستشفيات الجزائرية. شوفوا العصابة كيفاش تتعامل مع الأبطال ديالها، شفتوا كيفاش تتعامل العصابة مع الأبطال ديالها؟ هذا الشيء غير ممكن اننا نسمح فيه ونتكلم عليه هكذا ونخليه. يعني جميلة بوحيرد في مصفى باشا، وعلاش كي حتى مرضت حسب رزقي ايت العربي اللي هو صحفي ورجل سياسي ومن مؤسسي تجمع من اجل الثقافة والديمقراطية واحد مناضلي الربيع الأمازيغي في سنة 80، يقول باللي جميلة بوحيرد ما عملتش اللقاح لأنه الجرعة اللي كانت موجهة لها خذها واحد من عصابة أو من أزلام العصابة أقل منها سنا وهو في صحة جيدة،
بينما جميلة بوحيرد عندها 85 سنة وربي طولها في عمرها إن شاء الله، ومريضة بالسكري بالديابيت وعندها لاتونسيون اللي هيبرتونجي، ما عطاوهاش اللقاح، راح عطاو 5000 جرعة للبوليزاريو. ما هو علاش نعمل مقارنة، أنا مانيش ضد البوليزاريو، أنايا نعرف مليح البوليزاريو و ما مدربو معايا في المدرسة تاع البليدة، مدرسة تكوين طب تاع البليدة، وكانت عندي علاقة طيبة بيهم معاهم، وأنا دايما مع الشعوب المغلوبة على أمرها. واليوم الشعب الصحراوي مشكلتو راهو أكثر مع النظام العصابة اللي راهي 40 سنة حبست تقريبا 20,000 و 15,000 صحراوي ما نعرفوش الحساب تاعهم، سر حبستهم في تندوف، ما عندهم حتى مستقبل. ملي ينزل الصحراوي مسكين وهو بدون مستقبل، ما عنده لا حق يبني دار، لا حق يخدم، لا حق يقرا زوج حروف، راح عطاهم 5000 جرعة، وجميلة بوحيد ما داش جرعة. يبعثوا ابراهيم غالي في طائرة خاصة مجهزة، وجميع بوحيد ما يبعثوهاش للخارج. وعلاش؟ لأنهم اليوم راهم يستعملوا في البوليزاريو بعد ما تخلاو عليه مدة طويلة، وخلاو الناس في مخيمات مطيشين، وخلاوهم يعني في حالة يرثى لها. اليوم عاود رجع للبوليزاريو بالدمار، وعاودوا شراو لهم الحوايج والسلاح وكدا، ومن هنا خرجوهم يديفلوا في تندوف في المخيمات. ودرك والجزائر ستروح هي البلد الوحيدة راهي درك تأيد في البوليزاريو، ما نسمع حتى دوري راهي تتكلم عن البوليزاريو لا غير الجزائر. وعلاش؟ لأنها تحتاج باش تضرب به الحراك. هاديك خلينا من موضوع البوليزاريو نرجعوا لموضوع الأيقونة ديالنا جميلة بوحيرت. جميلة بوحيرت ماشي هذه المرة الأولى اللي تمرض. مرضت في سنة 2009، في ديسمبر 2009 مرضت وأهملوها، بينما كان سي بوتفليقة يروح يعالج في الفال دو غراس، يعالج في سويسرا. جميلة بوحيرت كانت ما عندهاش حتى حاجة، عملت كتبت رسالة وجهتها للشعب الجزائري، قالت فيها: أنا جميلة بوحيرت اللي حكم علي بالإعدام سنة 57 من طرف المحكمة العسكرية للجزائر، نشرت الرسالة هذه في يومية الوطن، وتقول أنها وضعها الصحي متدهور، وأنها في حالة تاع إغاثة، سمعت وتطلب الإغاثة من الشعب، لأنها كانت في وضعها المادي ما يسمحلهاش باش تعالج. جاو مع الشعب الجزائري طبعا، وكان الناس اللي بعثوا ليومية الوطن يتضامنوا معها، وخلين بعثوا دراهم، كل واحد واش دار، يعني الشعب الجزائري يعرف يحتضن أبطاله. وبعد هذا بعثت رسالة لبوتفليقة تقول له فيها: بركة ما تهينوا في المجاهدين، لأن جميلة بوحيرت تعتبر من رموز المجاهدين اللي تقهروا بعد الاستقلال، تحقروا بعد الاستقلال. قالت له: بركة وما تهينوا فينا، على الأقل هذيك المنحة اللي تمدوها لنا زيدوا فيها شوية باش نصونوا كرامتنا. جميلة بوحيرت اللي ما يعرفش باش نسكو كاين ساكنة فيلا وعندها كدا وعندها كدا، أنا قلت حصل لي شرف إني عرفتها عن قرب، لأنها هي اللي عطات اسمها لبنتي البكر، بنتي الأولى تحمل اسم جميلة بوحيرت، وجميلة بوحيرت كانت هي لامارين تاعها، هي يعني تولاتها. وزارتني في بيتي، وهذه صورة زارتني في بيتي، وهي أول من أحتضن ابنتي بعد إمها، أول من أحتضنها.
ما خليت حتى واحد يشوفها حتى النهار شفتها جميلة هي الأولى. جميلة بوحيرت كما كنت نقول، ما تسكن لا فيلا لا والو، تسكن 18 ميتاج طابق 18 فلاتور اللي جات فلا كولون فوارول فوق القنطرة تاع لا كولون فوارول 18 طابق. مرات لما طيح لاسانسور اون بان تطلع مع رجليها وتهبط مع رجليها. جميلة بوحيرد لما بومدين الله يرحمه عطى لها فيلا كي مشات باش تسكنها صابت واحد صدم على الفيلا هذيك وداها تاع دراع. كي صابت مجاهد قالت له ما عليه تسكنها انت كلي سكنتها هنايا، شوف قلبها وشحال كبير، شوف القلب وشحال كبير، سمحت فيها. وبالنسبه لبومدين راهي دات لا فيلا هذيك ما راحتش لا عاودت لا قالت له راه داوها الا داها واحد هكذا لا عطيني واحد والو، وبقات ساكنه في 18 ميتاج. لانه بعد الاستقلال الناس اللي راحوا صدموا على الفيلات في حيدرة وفي البيا في اماكن عديده وعلى البورتمات في ديدوش مراد وفي بن مهيدي وكامل، جميلة بوحيد ما كانتش منهم، كانتش منهم، ما صدمتش وما لهفتش. هذا هو المجاهد النقي والمجاهدة النقية. وتصيب ناس تخرج دعايات وتتكلم وتدير وكذا ومن نار، ولكن انا نتكلم مش شفت واش عرفت. تكلمش على الفراغ على هو وخرج دعايات في الناس، كان يقول لك راه ملياردير كان ملياردير ما ديش رسالة تطلب باش يعاونوها تعاونها الشعب باش تداوي. كان ملياردير ما راهش في سبيطار مصطفى باشا، وشحال من مجاهد راه عايش في فرنسا وزير المجاهدين عباس من عارف لها دولار ثلاثة راه عايش في فرنسا. مزيان الشريف عبد الرحمن اللي زعما كان رئيس جمعية المحكوم عليهم بالإعدام عايش في فرنسا ضرب درهم حتى قال فيكس. جميلة بوحيد ما خدت حتى منصب سياسي من الاستقلال، جبت روحها انسحبت ناخذت حتى منصب سياسي، وكانت لما تجي فرصة باش تكلم توقف مع الشعب. في 84 وقفت مع الشعب وجابوا لي سيا ضربوها وداوها للكوميساريا سنترال في 84. في الحراك شفناها كي خرجت بوليسية من اثنين خامجين، واحد خامج يدس فيها سمعت، والناس يقولوا هذه جميلة بوحيد لأنه طائش مش يعرف جاهل مش يعرف يدس فيها ويمرمد فيها. نتمنوا البطلة اللي معتزوا بها كامل كجزائريين، واللي عنده كش ما يقول دبر لها الشفاء العاجل، اللي عنده كش ما يقول فيها نقول له شوف بيك ولا مك لا دارت وش دارت جميلة. باباك ولا يمك سقسيهم ولا داروا مش وش دارت جميلة، الالف الواحد في الالف اللي دارت جميلة يروح يسقسيهم اللي حل فمه فيها قبل كل شيء، يروح يسأل يمه وباباه وش داروا لما كان جميلة تواجه في الاستعمار سمعت، وتواجه في الطغمة الاستعمارية، وين كانوا باباه ويماه ولا جدودو. هذا باش نقول لأن البلاد اللي حكم فيها نزار وتوفيق وبالخير وجماعتهم ويحكم فيها اليوم الطرطور تاع المرادية والنذل تاع شنقريحة اللي يحكم فيها الوجوه هذو، جميلة بوحيد ما عندهاش بلاصتها معهم. بلاصتها في وسط الشعب نعبي بإذن الله تسقطن العصابة وتبنى الجزائر الجميلة، الجزائر الجميلة التي كانت تحلم بها جميلة
والجميلات الاخريات، جميله بوعزه وجميله بوباشا وحاسبه بوعلي الله يرحمها، ورده مداد وملكه قايد وغيرهم من المجاهدات اللي اعطاوا زهر شبابهم للجزائر. الله يقدر خير بلادنا وربي يشافي جميله ويطول في عمرها حتى تشوف الجزائر اللي كانت تحلم بها. صحة فطوركم وصحة سحوركم. السلام عليكم ورحمة الله. صحافيها لشعب صحافيها لشعب صحافيها. خلينا سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك طوروا في اللي تونا في التربوده. Ouais.